كاميرا بوابة أخبار اليوم، حابة تنقل لكم أجواء رمضان، الناس إزاي بتحتفل فيها هنا، بتروح فين، تيجي منين، وإزاي بتقضي يومها في رمضان. نحب نمسي عليكم من بوابة أخبار اليوم، وأكيد دلوقتي هنبدأ نسأل الناس عشان نعرف إزاي بينبسطوا في أجواءهم هنا. ولميت العيلة وعيلت العيلة وسحرنا مع بعض كل ليلة. العيلة يعني لما بتتجمع، عشان مش هنا يعني ساعات مش العيلة ما بتتجمعش طول الوقت في السنة، فرمضان بيبقى فرصة حلوة ان هم يتجمعوا مع بعض. بعد الفطار بيبقى مسلسلات العيلة متجمع، بس وبالليل ساعات نخرج بقى زي هنا يعني. بحب اخرج بعد الفطار دايما، يعني بحب اشوف الناس، بيبقى في فرحة كده عامة، يعني بتبقى في عيون الناس بتبقى اكتر من الايام العادية. يعني المكان هنا حلو علشان في تحسي ان في رمضان، في ناس كتير وفي دوشة وفي اصحابي. قلبي مكان من داخل الخيمة رمضانية، نقلنا لكم اجواء الاحتفالات وفرحة الناس في رمضان والشو الحلو، التنورة والعرض المصري. كل سنة وانتم طيبين، حاولوا تغيروا الجو وتيجوا تزوروا.